السلام عليكم، نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين. الأسعار بدأت تهبط وبشكل محسوس. إجراءات المركزي السوري تحد من ارتفاع الدولار وتعزز مكانة الليرة السورية. يعني اشمعنى تزيد تشيل الدعم عن المحروقات وتقوم تزيد له الضرائب بغالي؟ فانت الموازنة السودانية بين مقدرات الدولة الاقتصادية ورغبات الشعب. ثماني دول آسيوية وأفريقية تنشئ تكتلا لمواجهة تكتلات اقتصادية أكبر. أهلا بكم. ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 143 مقابل الدولار بعدما فاق 300 ليرة خلال الأشهر الماضية، لكن هذا التحسن لم يقابله انخفاض موازن في أسعار السلع. واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوق السلع تفتقد إلى مرونة سوق العملات. سلسلة تقارير خاصة عن اقتصاد الحرب في سوريا وأيمن فاضل. منذ أسابيع قليلة مضت بدأ سعر الليرة السورية بالاستقرار. حركتها الأكروباتية التي لم تهدأ خلال العامين الماضيين بدأت بالتقلص تدريجيا. السعر يدور حول 125 و145 ليرة للدولار. كان 200 ليرة، اليوم بحدود 144 ليرة سورية، 143. هذا يعني تحسن في سعر الصرف. هذا التحسن يعود إلى الحالة الأمنية، الحالة العسكرية، الجهود الدبلوماسية، الانفراج الذي يطمح له الشعب السوري. ووفق حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، فإن السياسات النقدية التي اعتمدتها الحكومة استطاعت منع الليرة من الانهيار. واستطعنا أن نتحكم بالعوامل المؤثرة على العرض وبالعوامل المؤثرة على الطلب لكي يكون الاتجاه باتجاه سعر توازني ولكن لصالح الليرة السورية. ميالا يؤكد أن السيطرة المالية ليست وحدها الحل، فعجلة الإنتاج ساهمت في إعادة رفع قيمة الليرة. بدأت عجلة الإنتاج تعود تدريجيا إلى الواجهة، بدأت وخصوصا عجلة الإنتاج قصيرة المدى. لكن رغم استعادة الليرة جزءا أساسيا من قيمتها، لم ينعكس ذلك تحسنا كبيرا في أسعار السلع ولا سيما الغذائية منها. الأسعار بدأت تهبط وبشكل محسوس، وهنا إذا أخذنا السلع والبضائع الموجودة في السوق نجد بأن سلعا تأثرت أكثر من سلعا أخرى. هذا يعود إلى طبيعة السلعة وطبيعة الإنتاج. عوامل متعددة تدخل في تركيبة سعر السلع، قيمة العملة واحدة منها، لكن تحديد أرباح التجار وتوفير السلع يكفلان السيطرة على الأسعار لتكون بمتناول السوريين. هذا وتتابعون حوارا خاصا مع حاكم المصرف المركزي السوري الدكتور أديب ميالة يوم الأربعاء المقبل ضمن حوار الساعة في تمام الساعة 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف. آلاف العائلات السورية لن تحصل على السلة الغذائية التي طال انتظارها، فالحكومة رأت أن لا حاجة لتقديم سلة غذائية لكل عائلة لأن أسعار المواد الغذائية ستنخفض قريبا. وكانت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها قد اقترحت على مجلس الوزراء تأمين سلة غذائية شهرية لكل عائلة للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار. ورأت الجمعية أن المؤسسات الاستهلاكية لا تؤدي دورها كما يجب، وعليها أن تقدم السلع للمواطنين بسعر يقل 25% عن سعر السوق وليس 5% فقط. قدمت الحكومة السودانية موازنتها للعام المقبل إلى البرلمان لمناقشتها. موازنة اعتمدت على توسيع قاعدة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي في ظل إيرادات متوقعة بنحو 8 مليارات و300 مليون دولار ونفقات بنحو 10 مليارات و500 مليون دولار بعجز يقارب 2 ملياري دولار. مصاعب السودان الاقتصادية تظهر في أرقام الميزانية العامة للعام المقبل، موازنة قدمتها الحكومة إلى البرلمان السوداني لمناقشتها وإقرارها في ظل عجز يبلغ نحو 2 ملياري دولار هو الفارق بين الإيرادات والنفقات. تم تقدير الإيرادات العامة بحوالي 46.2 مليار
جنيه بمعدل زيادة قدرها 42% من الأداء الفعلي التقديري للعام 2013. مراقبون اقتصاديون يرون أن التحدي الأكبر الذي يواجه الميزانية العامة للدولة العام المقبل هو خفض الإنفاق الحكومي. التحدي الأصلي قدرة وزارة المالية حقيقة على خفض الإنفاق العام، لأنه خفض الإنفاق لا يتم داخل وزارة المالية وإنما بتصرف كله، تكد محتاجة لتضامن بين كل الوزارات والتزام، لأنه الميزانية ليست أرقام وإنما التزام وخطة سياسية للدولة مدعومة من قيادة الدولة. مواطنون سودانيون انتقدوا موازنة العام المقبل لاعتمادها على التوسع الضريبي، مقللين في الوقت نفسه من وعود الموازنة بدعم الأجور. المواطن حيظل يعاني، يعني اشمعنى تزيد تشيل الدعم عن المحروقات وتقوم تزيد له الضرائب بغادي، فانت يعني اصلا ما عملت حاجه، زي شلت من البحر ورجعت البحر ثاني. اذا دعموا مرتباتنا بنسبه 1000% في ظل زيادات الضرائبيه لن تجددوا عمواتهم شيئا. وينتظر السودان ايرادات ماليه متوقعه تبلغ نحو ملياري دولار جراء استفادته من مرور النفط الخام المصدر من الجنوب عبر اراضيه. خطط عديدة حوتها موازنة السودان للعام المقبل مدعومة ببرامج إصلاح اقتصادي لا يستهان بها، لكن التخوفات تظل قائمة لطالما غابت واردات النفط وحضرت فواتير الحرب الدائرة في عدة مواقع بالبلاد. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين. في موريتانيا لا يبدو الوضع الإنساني والاقتصادي أفضل، فالنمو الاقتصادي في البلاد لم يبلغ المستويات المرجوة بحسب صندوق النقد الدولي وقد لا يتخطى 6%. الموريتانيون لن يشهدوا أي حل لأزماتهم المعيشية، وعلى رأسها تفشي الفقر وارتفاع نسبة البطالة التي قاربت 10% وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطعام والدواء منذ عامين إلى الآن، وأزمة غذاء عقب موجة الجفاف الشديد التي اجتاحت البلاد بداية العام الماضي. سعت الوفود المشاركة في قمة الدول الثمان النامية في باكستان إلى عقد اتفاقيات تمكنها من تشكيل وبناء أسواق تجارية ولا سيما في مجال توليد الطاقة. هذا الملف وهو واحد من ملفات عديدة تمت مناقشتها وبحثت في القمة الاقتصادية في إسلام أباد. بكر يونس والتفاصيل. باكستان، إيران، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، بنغلاديش، ثمانية دول نامية تبحث تنمية علاقاتها الاقتصادية لمواجهة التكتلات العالمية لا سيما الغربية منها، وتبادل الطاقة وتسهيل آليات التجارة البينية سبيلها لتمتين نفوذ اقتصادي ربما يحميها من ارتدادات الأزمات العالمية. الشؤون الاقتصادية كانت البند الأول والرئيس في الدورة 16 لوزراء خارجية دول مجموعة الثمان الاقتصادية التي عقدت في باكستان. أهم المبادرات تتمثل في بناء اتفاقيات تجارية ذات النفع المتبادل والتي ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية لرفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. المباحثات الثنائية التي عقدت على هامش القمة شكلت فرصة لكسر الجليد بين الأعضاء، خصوصا تلك التي جمعت بين الوفدين الإيراني والتركي. نحن بحاجة إلى المزيد من المشاركة من القطاع الخاص، الأمر الذي يعتبر التحدي الأكبر لنا والذي سنعمل عليه لإعطاء جانب كبير للقطاع الخاص. العمل على استراتيجية تمكن الدول المشاركة من بناء روابط تجارية وإنشاء سوق مستقلة في مصادرها بشكل خاص هو ما هدفت الدول المشاركة على تحقيقه من خلال هذه القمة. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الجيوسياسي والاقتصادي الدكتور بيير عزار. دكتور، باختصار لو سمحت لضيق الوقت، هل بإمكان هكذا تكتلات لدول نامية أن تواجه تكتلات اقتصادية أكبر على مستوى العالم؟ يعني هي من المقصود أن تواجه تكتلات على مستوى العالم، إنما بتهدف دائما الدول اللي بتسعى لبناء تكتلات بين بعضها أن تحمي حالها من كل المعايير اللي بتفرض عليها منظمة التجارة العالمية قبل دخولها لها المنظمة، وبالتالي لمن هي بتعمل التكتلات بتحتفظ لها بخصوصيات ما بتقدر منظمة التجارة العالمية إنها تنتزع منها لحظة اللي بتحاول إلها تنتمي لها. ولكن إنه أي تكتل في نهاية الأمر هو مش للمواجهة. اليوم كل الدول بحاجة لبعضها، كل التكتلات بحاجة لبعضها، الدول المتطورة بحاجة للدول
الأقل تطورا من أكثر مما بتتصور. ولكن هي المشكلة الكبيرة إنه كمان لما بترجع الدول المتطورة بيرجع بدور عند دوران الدورة الاقتصادية مثل ما كانت في الماضي، كمان بترجع بتخلق أزمة عند الدول النامية، لأنه هي بعد ما عندها كامل البنى التحتية اللي بتخلي اقتصاداتها بحالة دوران طبيعي دون الاستعانة بالقوى الاقتصادية الكبرى. نعم، الدكتور بير عزار كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى الولايات المتحدة، حيث وصلت الموازنة الأمريكية أخيرا إلى طاولة الرئيس باراك أوباما ليوقع عليها. مجلس الشيوخ صادق على الموازنة بعد أسبوع على مصادقة الكونغرس، ما يعني أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري اتفقا لتجنيب البلاد شللا حكوميا جديدا. أوباما رحب بالاتفاق وقال إنه سيوقع على الموازنة التي نجحت في حل بعض الاقتطاعات الضارة بحسب تعبيره. يشار إلى أن الاتفاق يقضي بتحديد مستوى الإنفاق وخفض العجز والحد من اقتطاعات الإنفاق القصرية والعشوائية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين.net للمزيد، إلى اللقاء.